الله الرحمن الرحيم. أنا بنرحب بحضراتكم جميعا وأقول لكم وحشتوني، لأن إحنا قبل كده التقينا في أكتر من دورة. كان زي الأستاذ فؤاد ما بيقول فعلا دورات محدودة 50، ولكن أنا على اتصال دائم بالشباب اللي أنتوا عماد الأمة وأنتوا أمل نقابة المحامين إن شاء الله فيما بعد. أود في البداية إن أنا أنقل لحضراتكم تحية السيد النقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام، وهو كان بيعتذر عن الحضور لوجود مشاغل وأمور نقابية كبيرة قوي كان لازم يكون متواجد فيها. والحقيقة لازم أقول لحضراتكم إن الدورة دي كانت باشتراك، فلما تناقشت مع سيادة النقيب فقال لي لا، الدورة دي منحة لشباب المحامين ودي نقابتهم ولازم تكون منحة. فتحية كبيرة لسيادة النقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام. أنا بؤكد لحضراتكم إن المحاضرات اللي حضراتكم هتسمعوها دلوقتي هتكون على مستوى عالي جدا من النخبة اللي معانا. ولو تفتكروا وانتوا في الجامعة كان أجمل حاجة بتشدكم القانون الجنائي، ولما كان في الامتحانات بيجيلكم القضية وتيجي تحلوها وبتتناقشوا فيها، وكان في من الكليات الأخرى زملاء ليكم بيطلبوا منكم الكتاب عشان يقروا فيه شوية، يبقى من كلية تجارة أو من كلية آداب، وبرضه بيطلب الكتاب عشان بتستهويه القضايا الجنائية. فحضراتكم هتشوفوا دلوقتي وهتستمعوا وتستمتعوا بحاجات مهمة جدا في الطب تفيدكم في قضاياكم، يعني في أي جناية التقرير اللي بيطلع من الأدلة الجنائية أو من الطب الشرعي انتوا بتستفيدوا فيه. وفي مصطلحات هنلاقي ان احنا أول مرة نسمعها، مصطلحات قانونية ومصطلحات في الطب الشرعي وفي التزييف والتزوير، كل المصطلحات دي والبصمات هتسمعوا حاجة إن شاء الله هتفيدكم وهتستفيدوا بيها كتير وفي صميم عملكم. أنا أخيرا بشكركم جميعا وبشكر الحضور، وبقول برضو كلمة أخيرة إن في إن شاء الله يوم السبت في لقاء دورة معمولة للجرائم الإلكترونية عاملها الأستاذ محمد راضي اللي هو عضو النقابة ومقرر لجنة الفكر القانوني، والأستاذ محمد عبد الوهاب عضو النقابة العامة عن الإسكندرية، والأستاذ أيمن ظريف اللي هو الناشط في لجنة الفكر في الأقصر. إن شاء الله يكون حاجة نستفيد منها جميعا، ودايما إحنا معاكم، ودايما زي سيادة النقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام قال الشباب دول لابد نهتم بيهم ونديهم كل اللي احنا نستطيع ان احنا نعمله ليهم هنعمله. تحية كبيرة ليكم وان شاء الله موفقين، وان شاء الله في عملكم موفقين برضو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا أستاذ أحمد بحيري خبير أدلة جنائية، وبتشرف بالوجود بينكم النهاردة. بتشرف بوجودي بينكم النهارده، والنهارده هنتكلم عن البصمات. طبعا كلنا عندنا فكره عن بصمات الاصابع. ايه هي البصمات؟ البصمات عباره عن بروزات في ايديا وراحه ايديا وصوابعي وراحات الاقدام وصوابع الاقدام، لكن احنا كلنا بنركز على ايه؟ بصمات الاصابع. بصمات الاصابع ليها حجيه في الاثبات. ليه ليها حجيه في الاثبات؟ لان ليها مميزات مش متوفرة، لها مميزات مش متوفرة في أي حاجة إلا في البصمات. أولا بتمتاز البصمات بالثبات، يعني من يوم ما أنت جنين، من الجنين عمره عاد 100 يوم ل 120 يوم البصمات بتاعته ثابتة لحد ما يموت. تبدأ تتكون في صوابع اليد أو في الجلد لحد ما يتوفى، وبعد ما يتوفى بتفضل ثابته زي ما هي.
ايه الميزه الثانيه بتاعتها؟ عدم التكرار، انها لا تتكرر، لا تكرر نفسها. يعني منذ الخليقه من سيدنا ادم لحد الان مفيش بصمه تكررت، البصمه ما بتتكررش، مفيش بصمه بتنطبق على بصمه ثانيه. تمام؟ من هنا بتاخد الحجيه القانونيه بتاعتها، وبعدين البصمات لا تتاثر بالحروق او الجروح، خصوصا لو الحروق او الجروح في الطبقه الاولى من الجلد، في الطبقه الاولى من الجلد. تمام؟ طب البصمات بتنفعنا في ايه عموما في الحياه؟ اولا بنسجل بها المجرمين، في ناس بتستخدمها في العقود ووصلات الامانه لاثبات بدل التوقيع، وهي البصمه اقوى من التوقيع في اثبات المستندات. تمام؟ معلش يا الصور طبعا هتفرق كتير لما يكون قدامنا الصور. احنا في العموم اهم حاجه بنعرفها عن البصمات ان هي مفيش بصمه بتنطبق على الثانيه منذ الخليقه حتى الان، مفيش بصمه بتنطبق على الثانيه. يعني احنا دلوقتي تعداد سكان الارض كام؟ حوالي 8 مليار، 8 مليار بني ادم، كل بني ادم له 10 صوابع، يبقى في كم بصمه في الارض؟ 80 مليار بصمه، مفيش بصمه بتنطبق على الثانيه. الاغرب من كده بقى لو الصوره هتشتغل، ان انت هتعرف ان ال 80 مليار بصمه دول كلهم اربع انواع. يعني تخيل فيهم نوعين بيمثلوا اكتر من 60% من بصمات البني ادمين. يعني انت شوف، تخيل ان انت عندك مثلا حوالي 50 مليار بصمه شكل واحد، ومع ذلك لا ينطبقوا على بعضهم البعض، مفيش بصمه بتنطبق على الثانيه على الرغم ان هم شكل واحد. يعني انت لما بتشوف التوائم مثلا، توأمين، ما بتقدرش تفرق بينهم، لكن انت لو دققت فيهم كويس هتطلع بعض الاختلافات. طب دول توأمين، طب تخيل بقى ان انت يكون عندك 60 مليار بصمه او 50 مليار بصمه شبه بعض، والمفروض مفيش بصمه بتنطبق على الثانيه، مفيش بصمه بتنطبق على الثانيه. تمام؟ دي خاصيه من خصائص البصمات اللي هي بتخليها لها قوه وحجه قانونيه. الاربع انواع دول في حاجه اسمها منحدرات يمين ومنحدرات شمال ومستديرات وارشات مقوسات. يعني انا شخصيا لما رحت اشتريت حاجه مثلا شقه ولا اوضه ولا حاجه، الناس بتمضيني على عقد البيع، انا قلت لهم لا انا مش همضي، انا هبصم وانتوا تبصموا. ليه؟ البصمه هي التوقيع الحقيقي للبني ادم. طيب في ناس دلوقتي الساده المحامين عارفين المواضيع دي كتير، ان مثلا يجي له واحد بوصل امانه عليه توقيع ويقول التوقيع ده بتاع محمود، يروح محمود يطعن يجي التوقيع مش بتاع محمود. تمام؟ لكن انا لو بمضي بالبصمه هوصل في ثانيه على طول ان التوقيع ده البصمه دي بتاعت فلان، يبقى انا كسبت وصل الامانه بتاعي او العقد بتاعي او المستند بتاعي. تمام؟ طبعا البصمات بتنفعنا في ايه؟ البصمات بتنفعنا في جرائم العود، ان انا بعرف الحرامي اللي سرق او القاتل اللي قتل، ان انا لما بنزل مكان حادثه وبرفع بصمات واضاهيها على المشتبه فيهم بطلع ايه. طيب دي اللي كنا بنتكلم فيها، اهميه استخدام علم البصمات، اكتشاف الجناية وتحقيق شخصيه الافراد، تحقيق شخصيه الاشخاص في التعاقدات والتعاملات. وانا بفضل البصمه عن التوقيع، يعني لو اي واحد زميل فيكم عايز يكتب اي عقد يستخدم البصمه بعيد عن التوقيع. نصيحه اخويه، ليه؟ لان انتوا كساده محامين اكيد قابلتوا ناس بتلعب في توقيعاتها، ها، او بصمه وتوقيع، ولو بصمه وتوقيع القانون بياخد ايه في الاخر؟ البصمة. تمام؟ طيب يعني ايه حجيه البصمه؟ اكبر واسرع وادق، يعني مش هيعرف يهرب منها. لو هرب من التوقيع غير خطه، واحد غير خطه هتعمل له ايه؟ مش هتقدر تعمل له حاجه. لكن البصمه هيعمل فيها ايه؟ هيعور نفسه. لو عور نفسه هتبقى ايه؟ هتبقى علامه مميزه في الصابع ده، في البصمه دي، فاحنا عايزينه يعور نفسه عشان تبقى علامه مميزه. تمام؟ قلنا تستبد حجيتها من الثبات وعدم التكرار او التطابق وعدم تاثرها بالوراثه، عدم تاثرها بالوراثه او الجنس. المقصود هنا بالتاثر اللي هو عدم الانطباق،
يعني مش معنى ان انا مثلا خلفت عيل او اتنين او تلاتة بصماته بتنطبق عليا، حتى لو اتنين توائم بصماتهم مش هتنطبق. لكن بالخبرة بتاعتنا، بالخبرة بتاعتنا لاحظنا ان في التوائم، لاحظنا ان في التوائم البصمات بتتشابه، يعني بتتشابه في الانواع. يعني مثلا لو الاب والام منحدرات يمين هيبقى الابناء ممكن يطلعوا منحدرات يمين، فممكن تتشابه في الشكل لكن مش هتتأثر بالوراثة أو الجنس أو العرق. طبعا قلنا أنها ما بتأثرش بالجروح، قلنا بتنقسم لأربع بقى هنشوفهم مع الطبيعة. اللي على اليمين ده منحدر يمين وده منحدر شمال، تمام. ده اللي احنا المنحدرات دي يا جماعة اللي احنا قلنا أن فيها بتاع 60 مليار بصمة شبه بعض. يعني تخيل المنحدر اليمين ده مثلا فيه 30 مليار بصمة نفس الشكل ده، لكن ما مش نفس البصمة، مش هينطبق بصمة على بصمة. ده منحدر شمال قلنا برضو فيه بتاع 30 مليار بصمة من المنحدر الشمال. المقوسات اللي هي الدوائر دي، طبعا الدوائر بتاخد كذا شكل، أشكالها كتير، دي حاجة اسمها مقوسات خيامية. ده اللي هو النوع الرابع، أشكال مركبة وعرضة، كل الحاجات دي حاجات قليلة. طبعا ده مش هيهمنا قوي. استظهار البصمات طبعا عارفينه، ده في الحوادث مش هيهمكم في حاجه قوي. البصمات بقى عشان اقول البصمه دي هي دي بعمل ايه؟ اولا لازم يكون في كل بصمه، لما اجي اقرا تقرير واقول البصمه دي منطبقه على بصمه، على بصمه مشتبه فيه او على اللي مضى على الايصال، لازم يتوفر في البصمه، لازم الخبير يكتب ان يتوفر 12 علامة مميزة. 12 علامة، ايه العلامات الفنية دي؟ العلامات الفنية دي مثلا التقاء خطين، دي بسميها علامة، دي التقاء علامة تانية، دي علامة تالتة، دي علامة رابعة. لازم الاقي 12 علامة، 12 علامة في البصمة تنطبق على 12 علامة مثلهم في بصمة تانية عشان البصمة دي هي البصمة دي، تمام. التقرير الفني نعم، كمية الحبر في تمام تمام. البصمة لو اتطمست، لو اتطمست كل سنة وانت طيب. الطريقة الصحيحة هيوريها لكم الأستاذ عبد الرحمن، في الأستاذ عبد الرحمن، الأستاذ عبد الرحمن هيوريكم الطريقة الصحيحة لأخذ البصمة على العقد أو على مستند أو على إيصال أمانة، تمام. لازم وأنا باخد بصمة للبني آدم، لو أنا مثلا هبصم حد على وصل أمانة أو على عقد هبصمه، المفروض يعني الأحسن الرأي الشخصي إن أنت بتدوس على الختامة بالصابع بهدوء بالراحة، ما بتضغطش قوي، خصوصا لو الختامة إيه لسه جايبها من المكتبة هيبقى كلها حبر. لو أنت يعني في ناس عشان يأكد البصمة يروح دايس بصبعه قوي على الختامة ويروح حاططها، هو شايف شكله قدامه أزرق مثلا، قد ختامة زرقاء أو بنفسجي، فيبقى متهيأله إن هو خد البصمة كده، ضيع المستند. طب دلوقتي البصمة، لو البصمة هيبقى عندنا لما اجي اضهي بصمة عندي ثلاث حالات، يا اما انطباق، يا اما اختلاف، يا اما ايه؟ مطموسة وغير صالحة للمضاهاة. لما تكون مطموسة بقى وغير صالحة للمضاهاة تبقى في صالح مين؟ صالح المدعي ولا المدعي عليه؟ صاحب البصمة، المدعي عليه. طيب، طب انا لو عايز اشوف حاجة اشكك المحكمة كده في ان البصمة دي غير صالحة، يعني الوقت التقرير جالي ان البصمة غير صالحة، يعني المفروض ان انا اجيب الخبير اسأله على حاجة معينة، ايه هي؟ احنا قلنا ان البصمة اربع اشكال، تمام. هنقول مثلا بصمة زي دي مثلا، يعني قلنا منحدر يمين ومنحدر شمال ومنحدر ومستدير ومقوس. طيب الخبير احيانا بيكتب في التقرير انها غير صالحة ويسكت، غير صالح الاجراء المضاهي ويسكت، فكده بقت في صالح مين؟ اللي مبصم. يعني ممكن حقك يضيع، لكن انا ممكن اشكك شويه المحكمه، ده حاجه بره المحاضره، يعني اشككها ازاي؟ اجيب الخبير واساله.
اقول له البصمه المطموسه دي ما هي ممكن تبقى مطموسه بس باين نوعها، باين ايه نوعها، يعني هتمصها بس باينه انها مثلا مستدير، مثلا مستدير مثلا، فتبقى متفقه في النوع، متفقه في ايه في النوع، وممكن كمان تبقى متفقه في الشكل. يعني انا عندي كذا شكل من المستديرات، عندي كذا شكل من المستديرات، يعني انا عندي ده اسمه مستدير، ده اسمه مستدير، معلش لسه ما تعودتش على البتاع ده، ده مستدير وده مستدير، بس الاثنين مش شكل بعض. في مستدير تاني عبارة عن دوائر صريحة، دوائر صريحة زي ده، ده نوع، يبقى النوع ده زي اللي قبليه برضو مستدير، بس الاثنين مختلفين في الشكل. يبقى أنا لما أجيب الخبير وأسأله وأقول له هل البصمتين دول متفقين في النوع، هيقول لي مثلا أو لا، قال لي يبقى أنا أخدت خطوة. طب متفقين في الشكل، قال لي برضو، يبقى خدت خطوة تانية، يبقى أنا شككت المحكمة أن البصمة دي ممكن تبقى سليمة على الرغم أنها إيه مطموسة. طبعا النوع والشكل دول بيفرقوا كتير جدا في عملية المضاهة. يعني أنا لما باجي أضاهي بشوف الأول النوع سابق هو النوع ولا لأ، وبعدين الشكل هو الشكل ولا لأ، وبعدين بدور على إيه، على علامات الفنية اللي احنا شفناها في الأول. تمام؟ تمام تمام. شككت برضو المحكمة ان البصمة دي ممكن تكون بتاعة البني ادم ده بس مطموسة ما فيهاش العلامات الفنية الكاملة، او ممكن يكون هو سيء النية اصلا وهو بيمضي وهو بيبصم مثلا. تمام نعم، باخده الاتجاهي. مطر القانونية بقى انت اللي ترد، مش انا اللي ارد، انا خريج علوم ماليش دعوة بالقانون، انا خريج علوم ماليش دعوة بالقانون. تمام، في حد عنده اي اسئلة؟ هو بس النوع والشكل. لا خلاص، ما دام النوع والشكل زي بعض ببتدي ابص للعلامات. في ال 12 علامة لازم يكون في 12 علامة متفقة، دي من الاساسيات المضاهاة، ان انا اقول البصمة دي بتاعة البلد ده يكون في 12 علامة في البصمة دي متفقة ومتطابقة مع ال 12 علامة في البصمة اللي انا بضيع عليها. تمام؟ طريقة أخذ البصمة الصحيحة. اتفضل. تحت المحاضرة هناخدها ولا لا؟ مش عارف. عايز ابعتها لك على الواتس، ابعتها لك. والله بكلمك جد، اكتب لي تليفونك. تمام. الأستاذ عبد الرحمن سيف كبير خبراء البصمات في الأدلة الجنائية هيعرفكم ازاي طريقة أخذ البصمة الصحيحة دي لنفسكم انتوا قبل أي حد تاني. بس في الاصل كم علامه؟ 12 علامه الاصل كله كلها 12 علامه، حتى لو حته صغيره قد كده وفي 12 علامه. طيب يا جماعه الحين السؤال ده جميل، ده هنرجع ورا خالص للعلامات، مش كده العلامات ورا ولا ايه؟ الزملاء اللي بيسالوا ال 12 علامه، ال 12 علامه دول يا جماعه مش شرط يبقوا في كل كامل البصمه. يعني احنا قلنا ده مثلا جزء صغير اهو من البصمه اللي عليه، وده جزء صغير من البصمه، ده يعني ما يجيش خمس الصابع او سدس الصابع، لكن توفر فيه ال 12 علامه خلاص يبقى هي ايه؟ 12 علامه في اي جزء من البصمه ينطبق على 12 علامه في الجزء المقابل له في البصمه اللي انا بضايع عليها، يبقى كده ايه؟ انطباق، يبقى البصمه دي هي البصمه دي. تمام، في حد قايله اي سؤال قبل الاستاذ عبد الرحمن يقول لكم هيعمل ايه في طريقه اخذ البصمه الصحيحه؟ حضراتكم الساده المحامين، تقريبا معظم شغلنا والقضايا اللي بتجينا يمكن 99% منها البصمات معظمها مطموسه. مطموسه ليه؟ اتخذت بطريقه غير صحيحه.
اما اعرف انا البصمه ازاي. وبعدين هوريك ابسط طرق. في ناس تقعد ايه تاخد البصمه وتقعد تتك عليها اكتر من مره، دي بوظ البصمه وتماسطها. اما انا ابقى محامي قد الدنيا، اما ابقى محامي قد الدنيا ويجي لي طعن ولا حاجه ولي حق بثبت له حقه، ابدا اخد البصمه على المستند اللي انا هاخده، اخدها بطريقه غير صحيحه، ضيعت حقه. واسف مش بجهل ولا حاجه، بس هو عدم معرفه. مش كل الناس فينا خبرة بصمات، بس يبقى عندك الف ب حد الادنى انك انت تاخد بصمه عدله تضمن حقك وحق موكلك. هوريكوا الطريقه ازاي. ما هياش ايه يعني لما اجي اخد بصمه، طبعا الحبر برضو ليه دور في البصمه. ما خليش الختامه بتاعتي مسقه بتاعت حبر مليانه حبر، يعني ما ينفعش، لا هي خفيفه قوي ولا هي تقيله قوي، لان الحبر لو كثيف واخد بالك بيملى الخطوط الحلميه اللي هي مكونه للبصمه دي، بيخش الحبر فيها بيخليها حته واحده. ده خط حلمي، سميناه خط حلمي ليه؟ على اعتبار ان هو اللي بيفرز الماده العرقيه، العرق بمكوناته الثلاثه ميه واملاح ودهون. فلما اجي اخد حبر ازيد من اللازم بيروح واخد ده، وفي نفس الوقت واخد شارب حبر زياده، بالتالي البصمه بتاعتي تطلع مطموسه. فانا هوريك انسب طريقه ايه، مش عايزه خبره ولا حاجه. انا بص هيبقى عندك ختامه لا حبرها زياده قوي ولا حبرها خفيف قوي. يعني انت لازم تشوف الخطوط دي وانت بعد ما تاخد البصمه، ما شفتهاش يبقى انت غلطان وهتضيع حقك وحق موكلك. وهناخد نماذج من الساده المحامين يطلع معايا ويقول لك باخد البصمه ازاي في ابسط صورها. مش شرط، انا طبعا عشان خبير لازم ايه، خطوط الحلميه المكونه للبصمه بتبدا من الجزء ده لحد الجزء ده معايا. فطبعا اوريكم باذن الله نموذج ازاي اخد بصمه صحيحه. طبعا البصمه بتبقى ايه، بترجع للحرفه الشخص نفسه اللي باخد البصمه بتاعته. في ناس بصمتها جيده، بترجع للعمر، بترجع للحاله المرضيه، بترجع للحرفه. يعني مره جالي صياد عشان اخد بصمته، البصمه على ايصال الامانه زي الفل، جيت اخد بصماته تلاقي حته واحده زي ما قلت لكم مطموسه. فبالتالي ايه، الجلد بتاعنا بيبقى خمس طبقات، بدي فرصه للتشافي انك انت الحرفي يريح نفسه. لما البصمه بتبقى متاكله وفي ظروف سيئه، البصمه لما تكون متاكله وفي ظروف سيئه وتيجي ترتاح، يبدا الخطوط الحلميه تظهر تاني زي ما قلت لكم خمس طبقات. طبقه تعبانه وانا ببصم لقيتها تعبانه، فبالتالي اديله فرصه اسبوع او اسبوعين. حتى برضو يعني السيدات المواد الكيماويه زي غسيل المواعين والكلام ده كله بيأثر على البصمه. في حاجات تانية، في أمراض زي الجذام يكفينا الشر والأمراض الجلدية بتأثر على شكل البصمة. فلما أجي أخد بصمة وألاقيها بطريقة سليمة، بالتالي أنا كده خدت بصمة سليمة وأضمن حق موكلي. هنبدأ مع بعض ناخد بصمة إزاي في أبسط صورها. كده غلط، لو أنا عملت كده بص يا جماعة كده غلط، كده بصمت البصمة. الصابع اتحط مرة واحدة. مرة واحدة. ويستحسن يبقى تاتش. الصح بتاعها مرة واحدة بس. ويستحسن يبقى تاتش من غير طاقة. قالك ايه؟ قاعد منك ركز في يمين ولا شمال. لو انت شايفه مش عايز منك ركز ولا يمين ولا شمال. خبير او ممكن اوصل للحد الاقصى في خطوط البصمه بالنسبه للاذن. ناخده من جانب الادنى الجانب الايمن والف بيه لحد الجانب الايسر. كل الخطوط الحلميه مكونه للبصمه. انما انت راجل ما انتش خبير. المطلوب منك حد ادنى لخطوط البصمه اللي فيها لما اجي اضاعي انا او خبير يضاعي يبقى الاقي خطوط بصمه واضحه. زي ما قلت لك الحبر ما بقاش كثيف. ما بقاش شويه. لكن حبره مش قوي. والحفاره مليانه حبر. معايا؟ حتى قبل الوضع اللي احنا خدناه من
اما اجي احبر الصابع عشان اخد البصمه احبره جيد جيدا يمين شمال مش فارقه معايا، انما اما اجي عند اما اجي اخد البصمه تاتش بس كده تاتش بهذه الكيفيه. انا خدت بصمه ليا اهو. بص صابع اهو والمستند اهو كده بهذه الكيفيه معايا كده غلط كده غلط معايا. انت كده ضيعت وخربت الدنيا بانك انت تاخد الوضع ده. اه ضيعت حق موكلك. انا لسه عندي جاي لي ايصال امانه ب 925000 جنيه طبعا بضاهي بين البصمه اللي هو واخدها على ايصال الامانه وبصمه في الشهر العقاري. الشهر العقاري يمكن موظف طبعا ايه برضو عندهم حد الادنى من ان هو ياخد بصمه معقوله، الشهر العقاري السجل المدني الكلام ده كله. انما انت كمحامي انت راجل لا ما هو الشهر العقاري برضو انا بقول لسيادتك هياخد لك اكتر من بصمه غالبا بيبقى فيهم واحده سليمه. اه انما انا بتكلم على الساده المحامين بتكلم على بتكلم مع الساده المحامين لما تيجي تاخد بصمه بوكلك انت بتعمل عقد او مستند بيبقى وتاخد فيها طبعا قد كده مبقاش عمال اعمل في عقد زي الفل وبصق فيه واعمل فيه وفي الاخر عشان لازم تحقق موكلي اخد بصمه بايظه تروح للخبير يقول لك مطموسه ولا تصل ولا غيرها من العقد. ده حقك وحق الراجل اللي معاك صح؟ فزي ما قلت لحضرتك اللي عنده استعداد ممكن نقعد نعمل ورشه عمل ونبصق بعض ونشوف الصح ايه والغلط ايه. انا معاكم لحد الصبح. سؤال يا فندم ولا حضرتك اتفضل. بصمة الحي زي الميت زي الصاحي زي النايم عشان ما حدش يخاف في الحي. يعني 12 علامة ده صابع مثلا اهو ماشي. انا لقيت ال 12 علامة كله مطموس ما عدا المنطقة دي في 12 علامة هنا. الصابع اللي هضيع عليه هيبقى زي ده بالظبط. لازم الاقي 12 علامة في نفس المنطقة. اه ما انت مش هتلاقيهم في منطقة تانية. يعني 12 علامة بيبقوا مترابطين مع بعض بيبقوا ورا مش هتلاقيهم اصلا في منطقة تانية. في حالة بقى عند الخبير او كده صارت ال 12 علامة دول في جزء تاني من الصابع. يعني هو لازم ليهم موضع معين. انت مش هتلاقيهم. لا بص بص يعني في 12 علامة هنا هتلاقي زيهم في الصابع التاني في نفس المنطقة. طب لو ال 12 علامة هنا هتلاقيهم في نفس المنطقة الناحية التانية برضه. السلام عليكم فيما لا يزيد عن خمس دقائق هتكلم وبعد كده دقيقة واحدة هتكلم فيها وبعد كده هتلقى اسئلتك عشان مش فاضل الخمس دقايق. طيب اتفضل علي صوتك بس. نعم ما بيتقدمش بصمه حيه. يعني ايه بصمه حيه؟ صوتك يعني ايه بصمه حيه؟ ممكن اسمع منه بصمة إلكترونية. خلينا نتكلم عن الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية في محاضرة تانية. أنت بتتكلم على رسمة أنت بتتكلم تعال لي بس أسمع أسمعك عشان مش قادر أسمعك. على لوح ازاز دي صورة ودي بصمة حسب الريزوليوشن بتاعها. طب اديني هتكلم هقول لحضرتك على حاجة. هو سؤال حاجة صغيرة. اتفضل يا فندم. بدل ما هي بصمة من الشخص وهو بيوقع على العقد بصمته اصبحت صورة بتتاخد من فالصورة دي ممكن تبتزق من العقد ده وتحط على عقد تاني خالص. هيبان. 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 مفيش صوت.
هيبان منين؟ لا دي بعدين موضوع محاضرة تانية. هو سكان للبصمة. الريزوليوشن بتاع البصمة المزورة بيختلف عن الريزوليوشن بتاع البصمة الحقيقية. ونكمل كلامنا ونرجع لها في محاضرة تانية لو تكرمت. هنتكلم عن الحجية فيما لا يزيد عن دقيقتين. الحجية في الإثبات الجنائي تختلف عن الحجية في الإثبات المدني. دي احنا قلنا الإثبات الجنائي ده إثبات مقيد. عفوا الإثبات المدني إثبات مقيد، أما الإثبات الجنائي فإثبات حر. القاضي لما بيجي يحكم في الإثبات الجنائي بالبصمة لازم يكون متأكد حكمه مبني على الجزم واليقين وليس على الترجيح والاحتمال. أما في المدني فالموضوع ممكن يكون ماشي كده وكده. طيب البصمة حجيتها ايه؟ هي حجية فقط ملامسة الشخص، ملامسة الشخص لهذا الصف فقط، مفيش حاجة اسمها حجية تانية اكتر من كده. وبتبقى عبء الاثبات بتاعه، عشان احنا لو رجعنا لمبادئ العدالة الجنائية بتقول ان عبء الاثبات بيقع على عاتق مين؟ جهة الادعاء. هنا بتبقى عبء الاثبات على مين؟ على الشخص صاحب البصمة، سواء في الإثبات المدني أو في الإثبات الجنائي. فحجية البصمة لا تزيد عن كون أن الشخص لمسها، هذا الشخص هو لمسها. فيما بعد ذلك بنبتدي نطلع منها الحجية اللازمة. سؤال سريع، حتى عايز يسأل سؤال سريع؟ اتفضل يا فندم. حضرتك في التاريخ البصمة المختلسة. الإيه؟ المختلسة. مختلسة اللي هو البصمة، غير البصمة اللي أخذت بالقوة، غير البصمة التلاتة زي بعض. طب حتى لو كان ميت أو كان نايم مفيش أي اختلاف، مفيش أي اختلاف. يعني تاريخ الطب الشرعي ما بيوضحش الكلام ده. عمر تشيل الشرطة لما اتكلم عن البصمة، البصمة اختصاص الأدلة الجنائية. طب يعني لو في بصمة مختلسة أو أخذت بالقوة، يعني واحد الناس المسكوك لا يمكن إثبات الإقرار بنلاقي الشخص وهو بيموت عمال يعمل كده، يحط له الختمه كده والعقد كده. بس انا ممكن اثبت ان كان التوقيع على بياض او لا، سواء بصمه او توقيع، برضه ده موضوع محاضره ثانيه. ها اسئله ثانيه بسرعه، بس اللي عايز يتكلم يسال يجي لي جنبي هنا لو سمحت. علي صوتك دكتور. انتهى انتهى. بس ها لو سمحت يا دكتور اتفضل. مين اللي بيتكلم دكتور؟ انا عم. ايوه اتفضل. ايه هي انواع البصمات في الجسم كله؟ في الجسم صبغ عندك في بصمات الاصابع وبصمات غير الاصابع. زي بصمات الاصابع العقل والسلميات والاكف وراحه اليد. تمام. بدايه من طب البصمه لغايه الراحه، بعد كده الرجل ليها نفس حجيه البصمه. تمام. نفس البصمات اللي في الرجل نفس. بعد كده عندي بصمات غير الاصابع، عندي بصمات صوان الأذن، عندي بصمات الأسنان بس دي متغيرة شوية. تمام. بصمة الشفاه، بصمة الركبة، بصمة المرفق. أدق بصمة، أنا عايز أوصل لحاجة بس، أدق بصمة إيه؟ الأيدي ولا رجلين؟ طب العين فين؟ لا دي مش بصمة العين، دي صورة قزحية العين تختلف، لأن الطبيعة اللي تذكر نفسها كل واحد مننا في شكل جوه طب هل بصمة العين فيها اقتباس يا دكتور؟ نعم. ممكن أنا لا صعبة صعبة. ليه احنا من مشيت زي بعض الدول العربية؟ هل ينفع انك انت تيجي على عقد وتحط عينك عليه كده وتبصم؟ لا. مش هينفع. فاذا دي صورة. طب اديني فرصة بس. دي اسمها طبعة الاصبع. تمام. الصورة اللي عندك دي اسمها طبعة البصمة، اما العين اسمها صورة البصمة. نعم فندم. طبعة، طبعة اصبع. عندك خطوط حلمية، هذه الخطوط تمثل شكل او اشكال اخدين، بيبقى الرسمه بتاعتها زي الخط بالظبط.